أقام قسم الأنشطة الطلابية في رئاسة جامعة النهرين بطولة ريشة الطائرة ضمن الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول. بدأنا بالنشاطات الرياضية، وأول بطولة هي بطولة ريشة الطائرة اللي هي الآن اليوم ثم الطلاب، ويوم غدا إن شاء الله إلى الطالبات في نظام التسقيط الزوجي. القصد من هذه البطولات هي زيادة روح المحبة والألفة والتعاون والتعارف بين الطلبة، وليس القصد من عندها الفوز والخسارة. تم التنسيق مع رئاسة قسم النشاطات الطلابية في الجامعة بأن تستضيف كلية العلوم السياسية وتتشرف بأن تستضيف بطولة الريشة الطائرة، وهذا حقيقة جزء من التعاون المشترك والترابط الأخوي بين الكليات وبين شعبة النشاطات الطلابية في الجامعة وشعب المسؤولي شعب في الكليات. تهدف هذه الأنشطة إلى زيادة الألفة والمحبة بين الطلبة، كما إنها تعزز قدرات الشباب للخوض في البطولات الجامعية. احنا طلاب كلية هندسة شاركنا في بطولة الريشة التي قيمها نشاط طلابي في جامعة النهرين. شاركنا انا وزملائي من كلية الهندسة، انا من كيمياوي اسمي يحيى فخري، وياي بلال من قسم الطب الحياتي. نافسنا اول شيء كلية الطب، خسرنا، وبال مسابقة بعدها فزنا، وحاليا ترشحنا للنهائي. احنا من كلية الطب مشاركين بالبطولة الدورية اللي تجريها جامعة النهرين للريشة الطائرة، وهاي مشاركة دورية، ونشكر يعني كل رئاسة الجامعة على هاي المسابقات اللي تسويها بشكل دوري. الجامعة هذا اللي على اهتمامها بنشاطات الطلاب بكافة المجالات، يعني مو بس بالريشة الطائرة، وان شاء الله النصر يكون من حليفنا يعني الفوز ان شاء الله. واثنى المشاركون من الطلبة على الجهود القيمة التي يبذلها قسم الأنشطة الطلابية في خططه السنوية لرفع مستوى الأداء الجامعي في الجانب الرياضي.